فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله صدق الله العظيم الضار والنافع من أسماء الله الحسنى لكنهما لم يردا في القرآن الكريم بهذه الصيغة صيغة اسم الفاعل من أين تعرفنا على هذين الاسمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد هذان الاسمان الكريمان لم يردا بهذه الصيغة بصيغة الضار والنافع في القرآن الكريم اللي هي صيغة اسم الفاعل آه. هي الضار اسم فاعل طبعا الفاعل يضر ضر يضر والمصدر ضرا وضرا واسم الفاعل ضار وكذلك نافع، نافع ينفع فهو نافع او نفعا المصدر. فدائما في مصدر وفي اسم فاعل. آه. كما ورد في قوله تعالى حكايه عن النبي صلى الله عليه وسلم او امرا له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. هنا تلاقي في استثناء انه نعم يصيبني الضر والنفع حين شاءه الله سبحانه وتعالى فإذا وردت مادة الضر النافع كمصدر في العراف كل أملك كل لنفسي نفعاً ولا ضراً فهي وردت بصيغتين، آه. صيغة المضارع وبصيغة المصدر إنما لم ترد في القرآن الكريم كما وردت مثلاً خالق ورازق في الدلالات ال 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 الأخرى لم ترد الضار النافع طب كيف يكون الله ضاراً ونافعاً في ذات الوقت؟ الدلالة هنا يعني أو أخذ اسم الفاعل اللي هو الضار والنافع من الفعل ليس هو الدلالة المباشرة مم. بمعنى مثلا في حاجة اسمها دلالة النص وفي حاجة اسمها دلالة المفهوم النص آه والمفهوم والنفهم. والمفهوم ودي حاجة سهلة يعني 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 حاضر لك مثل وده وده يعني حينما تقول أربعة لفظة أربعة مثلا أه أربعة اللفظ ده يدل على أن أربعة ده تكرار واحد أربع مرات طب. هذه هي دلالة النص في محل النطق كما يقول الأصوليين. لكن يدل دلالة أخرى لازمة خارجة عن دلالة النص نسميها دلالة مفهوم النص وهو أنه عدد زوجي مم. يعني لفظ أربعة ما يديكش عدد زوجي مم. إنما ب ب ب بدلالته المباشرة اللي هي دلاله اللفظ في النطق في محل النطق، لكن يديك دلاله اخرى يستدعيها خارجيه يستدعيها وهي دلاله المفهوم، يعني لفظ النص كذا ومفهومه ونفهم كذا ونفهم منه كذا نفهم منه كذا، آه فانا اللي عندي دلوقتي وما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا املك النفس نفعا ولا ضرا دي لا تعطي بصيغه المضارع وصيغه المصدر انه ضار ونافع بالمعنى المباشر الظاهري. نعم المباشر كويس لكن آه. هم الاصوليين لهم طبعا تعبيرات دلاله في محل اللفظ. آه. اللفظ ليه محل يدل على هو دل على انه مضارع و و و واني لا يصح للناس ان يعبدوا ما لا يضرهم ولا ينفعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. هل هذه الالفاظ تدل دلاله مباشره؟ في محل اللفظ هل تدل على ان الله ضار نافع لا اه انما تستلزم شيء لو لم تفترض ان الله هو الضار النافع عقلا اه لبطلت هذه النصوص معناها يروح يبقى زيرو صفر ليه لان حضرتك لو هو بيقول انا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله م. وهنا ما يصحش تعبدوا ما يضركم وما لا يضركم ولا ينفعكم طيب وفيه ضرر بيحصل ونافع عن لمين المين أنت قلت لي ما تنسبوش لنفسك ولا تنسبوا للأصناف وده محرم عليك أو يعني يعني هو ينحي باللائم عليه لو لم يكن هناك مستلزم آخر مفهوم للآخر نص وأن الضرر النافع واحد لبطلت هذه اللي... وأيضاً حديث لا يفهم مم. فده بيسموه دلالة المفهوم في دلالة النص ودلالة المفهوم النصوص اللي عندي اللي هي في القرآن لا تدل دلالة مباشرة ما فيش دلالة للنص على أنه أن الله ضار النافع نصا ولكن للنص دلالة أخرى اسم مفهوم يستلزم أن إذا كنتم يعني لا يصح أن تعبدوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أملك لنفسي إلا لم نفترض أني كلهم تبرأوا يعني ها هنا لوم وها هنا اعتراف إلا يعني إلا لم نفترض أن الله أن أو أن الضار النافع أنه في ضار نافع غير دول بطل هذا الاستدلال أبو بكر بن العربي من علماء الأندلس كان له كتاب مفيد جدا بعنوان الأمد الأقصى عن أسماء الله الحسنى تحدث فيه عن النفع الذي لا ضرر فيه والضرر الذي لا نفع فيه ماذا يعني بكل منهما وما الفرق بينهما؟ هذه القضية يعني في دراسة العقائد وعلم الكلام والتوحيد قضية فصلت بين مدرستين كبيرتين جدا مدرسة الأشاعرة هم دول مدرسة أهل السنة والغالبية العظمى ثم مدرسة المعتزلة وكثيرون كثيرون يعتقدون أن من حين نقول معتزلة ف هذه هذا مذهب كافر او مذهب يخرج من الاسلام، خطا شديد جدا. هؤلاء مسلمون تماما مثلهم مثل الاخرين، فقط أن هم يدافعون عن العدل، صفه العدل بالنسبه لله سبحانه وتعالى ويذهبون بها الى ابعد مدى. <تصفح> الاخرون يدافعون عن صفه القدره الالهيه وانها مسيطره على هذا الكون وهؤلاء يستندون إلى آيات وهؤلاء يستندون إلى آيات إذا المسألة والاثنين صح يا مولانا والاثنين صح آه. علماء وكثيرا أنا وبخاصة حينما مثلا أذهب إلى الغرب وأشعر أني أنا مطالب أن أتحدث بلغة محايدة بعيدة جدا عن الأديان حقيقة أرجع إلى المعتزلة لأن كثير من آراء الأشاعرة يستغربها الآخرون لأن ما عندهمش استعداد أن يفهموا أن إرادة الله مطلقة أو أن والله خلقكم وما تعملون طبعا لا, لا, لا يستوعب وبالتالي يعني يتمرد على النص لأن هذه النصوص تحتاج إلى عمق في فهم قدرة الله سبحانه وتعالى فالمعتزلة يعني يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح طيب القبيح يا اخواننا ما تحكموا به وذلك مساله اسمها مساله الحسن والقبح. اه الحسن والقبح معلش انا اضلت قليلا لا, بلاكس لا حسن والقبح يعني من الذي يجعل الفعل حسنا وال... والفعل الاخر قبيح؟ ها هنا معركه. اه المعتزله يقولون الفعل الحسن فعل حسن بذاته. م. والقبيح قبيح بذاته. طيب معنى ذلك أن الشرع هل الحسن والقبح قبل ورود الشرع يقولون نعم قبل ورود الشرع الشرع يأتي فيرى سلسلة الأفعال القبيحة أمامه فيحرمها ويرى سلسلة الأفعال الحسنة فيقرها يقرها ويأمر بها أمرا على سبيل الوجوب على سبيل الندب على سبيل السنة إلى آخر لكن كل من هذه القائمة وهذه القائمة حسنها أو قبحها من ذاتها ولذلك عندهم احنا نحفظ دائما الحسن والقبح الذاتي اه يعني ذاتي في الافعال لا يتصور الفعل الا معه صفته الا حسنا او قبيحا قبيحا دول المعتزله دول المعتزله آه. ومن هذا القبيل حيقولوا ما ينفعش معنا الضار والنافع بشكل مطلق مم. لان الضار مطلقا ده ح... يعني بس نشوف ال... 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 الساده ال... الاشاعره قالوا انتم واهمون ايها المعتزله لأن الحسن أو الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع حتى لهم عبارة جميلة الحسن ما قيل فيه افعلوه والقبيح ما قيل فيه لا تفعلوه فإذا ويقولون إن الأفعال قبل ورود الشرع لا صفة لها سواء حسن أو قبيح حسن ما تعرفهاش آه. ولولا أن الشرع هو الذي يعرفك هذا وخاصه فيما يتعلق بالشرائع واحكام الشريعه والعبادات آه. يعني مثلا الشرع هو الذي وصف الافعال الشرع, الشرع هو الذي ياتي فيقول لك هذا الفعل انهاك عنه فتعلم انه قبيح لان الشرع هو الذي اعطاه وصف القبح فيحرم او اعطاه وصف الحسن فيحل ولذلك يعني الاشاعره يقولون لما حرم قبح يعني بعد تحريمه بعد تحريمه آه. الاخرين يقولوا لما قبح حرم اه العكس على العكس تماما آه. لما جاء جاء قبيح حرم فاذا عندي انا مدرستين حقيقة مدرسه الاشاعره قويه في هذا الموضوع لان مثلا خذ عند حضرتك هم يقولون الحسن يعني لا ينقلب الفعل الحسن الى فعل قبيح ولا القبيح الى فعل حسن ما نشوف عندك دلوقتي العالم كله متعارف العالم الغربي طبعا على ان الزنا حسن مباح مباح فهل هذا يعني انه فعل حسن؟ فعلا آه. يعني وانتم يا معتزله بتقولوا انه لا ينقلب أه؟ ممنوع الانقلاب في الـ في الـ في الافعال طب اجمع العقل الغربي كله على انه ده حسن فهل ده نؤمر به؟ هل ده يقر؟ روب... مثل ذلك في امور كثيره جدا طبعاً. في الربا واكل اموال الناس بالباطل والسيطرة على الناس والاستعمار كل ده حسن عندهم وله وزرات وكذا وكذا هل أنا أقيمه بأنه ده فعل, حسن. فعل قبيح قلب إلى فعل حسن وأنتم تمنعون الانقلاب فإذا ما حرمه الشرع هو القبيح وما حسنه الشرع هو الحسن طيب نطلع من ده بإيه م. يقولون أن, أن يعني الضرر بهذا الوصف يجوز اطلاقه على الله سبحانه وتعالى ليه؟ لانه في حقيقته هو ضرر لمنافع منافع. ليه في المآل اللي هو في المآل اه في المآل ولا بد حتى يوز... ولذلك بسموها مسألة العوض أصل عندهم الحسن والقبح مسألة الإيلام ومسألة العوض ومسألة الأجال دي كلها في باب معين يعني فإذا عند هؤلاء المعتزلة أن الضرر اللي هو بمعنى الألم وكذا 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 لا يمكن ان نصف بالله سبحانه وتعالى الا اذا كان في مقابل عوض فهنا يكون في حقيقته ليس ضررا وانما ضرر مؤقت بعد ذلك ينقلب الى ايه؟ أو نفع يعني الى الى نفع. آه. طيب وانتم يا اشاعره يقولوا احنا المساله محلوله عندنا. مسألة اولا انت عندك ان الله سبحانه وتعالى هو خالق خالق حتى خالق افعالنا مساله اخرى. خالق افعالنا الله سبحانه وتعالى أنا أفهم كلمة ضار في إطار أنه ثبت له العدل وأنه حرم الظلم على نفسه وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فإذا تفهم لازم تفهم الضار النافع مع العادل الذي لا يظلم تطلع النتيجة في الآخر أن سواء عرفنا حكمة هذا الضرر أو لم نعرف فهو حسن من الله سبحانه وتعالى آه. فإذا أهل السنة جميعا يقولون أن الضرر يعني قد يكون لنفع وإذا لم نكتشف حكمة النفع فيه فهناك حكمة خافية لكن يجوز لأن الله لن عند الضمان أنه لا يضرها كذا بدون ضوابط العدل وعدم الظلم وكذا 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 حضرتك تحدثت على أبو بكر بن عربي وهو من كبار العلماء وله كتاب الامد الاقصى هو يقول ان ما يصيب الانسان من ضرر في الدنيا هو آه لا يسمى ضررا الا اذا سميت الدواء ضرر لان الله سبحانه وتعالى يضر الانسان وطبعا ينفعه لي يضره لمصلحته يعني احنا دي منتهين منها لكن لا اسميه الضرر انما يعني الضرر هنا بمعنى ألحق به ما يتألم به فقط إنما هذا ليس ضررا بمعنى أنه عمل قبيح لا يصح أن يصدر من الله سبحانه لكن له حكمة في المقال له حكمة في المقال وحتى اللفظ حينما م. تضيفه إلى لا تفهم من أن الضار أن الظالم م. إنما الضار الذي ألحق به تعبا أو ألحق به ألما فإذا عرفت أن التعب ده والألم لي أمر آخر ذهب المعنى السلبي للضرر أو ذهب المعنى السلبي للضرر طب ايه الضرر عندك الحقيقي يا الشيخ الجليل؟ م. يقول الضرر الحقيقي هو هو عذاب النار، دخول عذاب النار الضرر الذي لا نفع فيه هذا هو الضرر الحقيقي آه. والنفع الحقيقي دخول الجنه وربنا هنا بهذا المعنى نعم يضر وينفع لكنه يضر المستحق لأن الذين كفروا يستحقون العذاب م. والمؤمن ايضا يستحق الثواب فاذا لا معنى لان نفهم انه ضار في الدنيا بمعنى انه يعني يلحق الاذى بوصف ان هذا الاذى قبيح فعله. انما الضر الحقيقي والنفع الحقيقي ليس ما يحدث في الدنيا وانما ما يحدث في الاخره وكل من اهل الجنه واهل النار يستحقون هذا فهو فعل ما يستحقون. يعني هو ضرهم بما لم يستحقون الضرر ويستحقون النفع. نعم. هنا ممكن أطلق على الله سبحانه وتعالى أنه ضار بمعنى الألم، إلام الغير لكن لأن الغير يستحق هذا الإله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النفع الذي لا ضرر فيه ونعوذ به من الضرر الذي لا نفع فيه. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، سنواصل الحديث عن اسم الله تعالى الضار النافع في الحلقة المقبلة بإذن الله. احبائنا الكرام الى ان نلتقي مجددا مع الامام الطيب نترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته